بحضور الرئيس السيسي، منتدى شباب العالم يواصل فعالياته لليوم الثاني في شرم الشيخ. مدبول يؤكد خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة يتعين على العالم مواجهتها بكل حزم. الأمم المتحدة تبدأ مشاورات مع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة صباحا في غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل. أهلا بكم. نستهل نشرتنا بأخبار منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بعد الفاصل. يواصل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة فعالياته لليوم الثاني في مدينة شرم الشيخ، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي. وأكد الرئيس السيسي خلال الجلسة أن الدولة المصرية شرعت منذ 4 سنوات في تطهير البحيرات تمهيدا لتحويلها إلى طاقة اقتصادية، وكذلك بدأت الدولة في مشروع تبطين الترع بتكلفة 80 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة. الدكتور مصطفى اتكلم على موضوع البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث اللي كان موجود فيها. أنا بتكلم على موضوع بقاله عشرات ويمكن مئات السنين ما حدش اقترب منه هنا في مصر. احنا دخلنا في برنامج بقالنا 4 سنين لتطهير جميع هذه البحيرات. ما العمل ده واحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل للناس القائمين على عمليه التطهير، ثم ايضا ستتحول هذه البحيرات الى طاقه اقتصاديه مناسبه بعد ما يتم تطهيرها وتجهيزها. المشروع بتاع حياه كريمه اللي طرحه برضو دوله الرئيس على ان احنا بنغير حياه 60 مليون، سواء كان ب ان احنا بنعمل تبطين للترع، احنا بنتكلم على 40,000 كيلومتر من الترع هيكلفونا اكتر من 80 مليار جنيه. هم ال 80 مليار جنيه دول مش دول فرصه عمل متاحه للناس القائمين على عمليه التبطين؟ هم مصانع المواد اللي بالاسمنت والحديد اللي بتشتغل دي هتبقى فرصه عمل للناس اللي بتقوم بهذه الصناعه، ثم وسائل النقل وحاجات اخرى كثيره. اذا رغم انها يعني محنه ان احنا كان عندنا هذا الامر عايزين نغيره وهيكلفنا تكاليف كثيره جدا جدا، لكن هو في النهايه هيبقى في فرص جواه، بالاضافه طبعا للهدف الرئيسي منه اللي هو الاصلاح عمليه المناخ. الكلام ده بينطبق ايضا عندنا هنا. وللمزيد من المتابعه والتحليل تنضم الينا عبر الهاتف من مدينه شرم الشيخ حيث يعقد منتدى شباب العالم الاستاذه حناء ابو الضياء، مدير تحرير جريده الوفد. أستاذة حنان أهلا بك. أهلا بك يا أستاذة حنان. يعني لو في مكان الشبكة يكون فيها أفضل علشان نقدر الاستماع إليك بوضوح. أستاذة حنان، خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ اللي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور عدد من المسؤولين وأيضا شباب من جنسيات مختلفة على ضوء انعقاد منتدى شباب العالم، في رأي حضرتك إيه اللي يمكن أن نخرج به من هذه الجلسة خصوصا بعد عرض مصر لتجربتها أمام الحاضرين؟ أستاذة حنان، فصلنا الاتصال بالأستاذة حنان، سنحاول معاودة الاتصال بها مرة ثانية.
وخلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة على كل المقاييس، وأنه يتعين على العالم مواجهتها بكل حزم وسرعة، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول التي ستكون معرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. مصر من أكثر الدول، وده كلام العالم، من أكثر الدول التي تكون عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم أنها مسؤوليتها عن هذه الظاهرة محدودة جدا جدا جدا، ولكن مصر من أكثر الدول اللي ممكن أنها تكون معرضة للتأثير السلبي بسبب التغيرات المناخية. أرقامنا بتقول أن مصر مساهمتها كلها 6% من كل الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، ودي طبعا نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، ولكن مرة أخرى إحنا من أكثر الدول اللي هتكون معرضة لتأثير سلبي بسبب هذه التغيرات، وكلنا بنسمع عن موضوع ارتفاع منسوب البحر واحتمال غرق بعض المناطق اللي الدولة المصرية زي ما أنا هعرض على حضراتكم عملنا إيه عشان نواجه هذا الكلام. لكن في نفس الوقت والعالم بيقول كده، بيقول إن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة. ويمكن هنا الكلام، التصريحات اللي بتقولها وكالة فيتش كانت بتقول ان مصر بتمتلك اكبر قدرات كهربائيه من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وعلى الرغم من كده مصر حتى خطه انها تضاعف هذه الطاقه ب 300% في خلال الفتره القادمه، بحيث تبقى الطاقه الجديده والمتجدده هتبقى ان شاء الله جزء مهم جدا، وان مصر بجانب الامارات هتقود هذا التوجه مع دول اخرى في المنطقه. وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الخطة المصرية في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى الوصول بنهاية العام الحالي بالطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المصرية. في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، إحنا الحقيقة زي ما قلنا حضراتكم الخطة بتاعتنا إن إحنا هنصل في خلال هذا العام، بنهاية هذا العام، إن 20% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر هتكون طاقة جديدة ومتجددة، ولكن أيضا وضعين الهدف إن قبل 2035 هتكون 42% من الطاقة اللي في مصر مولدة هتبقى طاقة جديدة ومتجددة. مشروع بنبان اللي شرفنا بافتتاح فخامة الرئيس ليه من أيام قليلة في أسوان هو من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة. الدولة بتنفذ النهارده مشروع ضخم جدا لتوصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل على مستوى الجمهوريه عشان نستبدل الوقود التقليدي البوتاجاز بالغاز اللي يعتبر النهارده غاز، يعني وسائل، احد وسائل الطاقه النظيفه. والنهارده عندنا الطموح والخطوات التنفيذيه ان احنا نبدا في انتاج اول سياره مصريه كهرباء العام القادم، والحقيقه ده ضمن مشروع كبير جدا لتحويل ايضا الاعتماد على في وقود السيارات على الغاز الطبيعي وعلى الكهرباء، وبنضع حوافز كثيره جدا لهذا الموضوع. وللمزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا من مدينه شرم الشيخ حيث يعقد منتدى شباب العالم الاستاذ حسام الدين محمود عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. استاذ حسام الدين اهلا بك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. على ضوء الجلسه الاخيره الطريق من جلاسكو الى شرم الشيخ، ما الذي يمكن ان نطرحه من خلال او الذي يمكن ان نقول اننا خرجنا به من هذه الجلسه التي عقدت في اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم؟ خليني اقول لك انه جلسه الطريق من جلاسكو الى شرم الشيخ لمواجهه اثار التغيرات المناخيه كانت احد اهم الجلسات بالنسبه لي كاحد المشاركين في منتدى شباب العالم، لانها كانت جلسه هامه جدا وبتتناول اخطر قضيه بتواجه المجتمع الدولي، وهي يعني كما اشير اليها قضيه حاكمه للمجتمع الدولي وجميع الدول اطراف في هذه القضيه. تم استعراض داخل هذه الجلسه يعني اجنده الدوله المصريه في مواجهه اثار التغيرات المناخيه وكيفيه احداث تكيف مناخي. خلينا اقول لك انه السيد رئيس مجلس الوزراء استعرض أجندة الدولة المصرية ويتكلم عن مجموعة نقاط كان أهمها أنه مصر من الدول التي تعد غير باعثة للغازات الدفيئة أو الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. قال أن مصر تسهم ب 6% من إجمالي الانبعاثات المسببة صحيح.
صحيح، كما استعرض الشكل العالمي للخسائر، احنا بنتكلم في 3.7 تريليون دولار خسائر الاقتصاديه للطيارات المناخيه. يمكن اهم النقاط اللي تم الحديث عنها هو الشكل المؤسسي اللي بتعمل عليه الدوله المصريه لمواجهه هذه المتغيرات، واللي يمكن اهمها المجلس الوطني لمواجهه التغيرات المناخيه الذي يعمل به استراتيجيه وطنيه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه للتكيف المناخي. طبعا دي معنيه جدا بانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، المشروعات القوميه المتعلقه بالطاقه المتجدده واللي يمكن اهمها الطاقه الكهربائيه، ومشروع انشاء اول سياره كهربائيه في مصر ان شاء الله في عام المقبل. وايضا تم التطرق الى جانب هام جدا وهو المشروع بنبان اللي تم افتتاحه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل هذه المشروعات التي تعمل على يعني تحقيق تكيف مناخي، وكمان تم تناول موضوع التمويل العالمي اللي يمكن تم الحديث عنه او التنويه ليه في مؤتمر جلاسكو، واللي هيكون احد اهم مخرجات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ان شاء الله في نوفمبر المقبل. لانه النهارده عندنا دول الدينامية زي الدول الافريقيه والدول العربيه النهارده تحتاج الى مثل هذا التمويل لاقامه مشروعات او دعم الصناعات والدعم في المجال التجاري والزراعي لتحقيق تكيف مناخي، او بمعنى ادق بنيه تحتيه تتماشى مع الظروف البيئيه التي تواجه العالم. ايضا تم التطرق الى دور الشباب في ذلك، من ان هم يصنعوا شكل من اشكال المعاملات الفرديه الصديقه للبيئه، ودي كلها جوانب هامه جدا اعتقد كانت مثمره للشباب اللي كان حاضر مش بس من مصر، من مختلف الدول المشاركه في منتدى شباب العالم الغربي. ده استاذ حسام يدفعنا الى الحديث عن دور الشباب والمسؤولين في الدول الكبرى اللي بتتسبب في النسبه الاكبر من الانبعاثات الضاره بالبيئه، ومن ثم اللي بتؤدي الى التاثيرات السلبيه على العالم كله. ايه هو الدور اللي المفروض يلعبه الشباب في الدول اللي بتتسبب في النسب الاكبر من الانبعاثات الكربونيه في العالم؟ خلينا اقول لحضرتك انه سبق هذه الجلسه يوم 8 و9 يناير كانت هناك ورشه تقديريه بعنوان دور الشباب في مواجهه التحديات المناخيه. ايضا هذه الورشه التقديريه كان لها مخرجات لدور الشباب، واعتقد كان اهمها البصمه الكربونيه وكيفيه انه الشباب يكون ليهم دور في هذا بالممارسات الخاصه به، ان هو يكون صديق للبيئه، ان هو يستخدم الطاقات المتجدده بالتعامل فيما يخص الكهرباء، يستخدم وسائل المواصلات اللي بتعمل به التكنولوجيا وبتعمل به الكهرباء ايضا بعيدا عن وسائل المواصلات اللي ممكن تكون بتعمل بالغازات المختلفه. فكل هذه ممارسات بيئيه. ايضا قدره الشباب على ان هم يزرعوا مجموعه من النباتات اللي هي ممكن تكون صديقه للبيئه وتحافظ على تقليل من ثاني اكسيد الكربون اللي هو النهارده اصبح يعني الاكثر تاثيرا في المناخ عن عقود طويله جدا، يمكن من اكثر من 200 سنه ما وصلش الكربون في الجو بهذه الطاقه السلبيه اللي ممكن بناء عليها بتشوف كوارث في دول كثيره ومشكله في ارتفاع سطح ارتفاع المياه عن سطح الارض. فالنهارده خليني اقول لك ان دور الشباب دور حيوي جدا، لان الشباب النهارده في المجتمع المدني قادر ان هو يقدم مبادرات شبابيه، مبادرات توعويه، مبادرات خاصه بزراعه الاشجار، كل في مجاله يستطيع ان هو يكون صديق للبيئه. والدوله المصريه عامله جائزه للمؤسسات والهيئات اللي هتعمل بتحقيق هذه الاجنده اللي ممكن نقدر نسميها الاجنده الوطنيه او الاستراتيجيه الوطنيه للتكيف المناخي. هيكون للشباب دور كبير جدا في تحقيق هذه الاستراتيجيه. شكرا ليك استاذ حسام الدين محمود، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. وتنضم الينا ايضا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الاستاذه حنان ابو الضياء، مدير تحرير جريده الوفد من مدينه شرم الشيخ حيث منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. استاذه حنان اهلا بك. على ضوء حديثنا عن ما تم طرحه في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، وإن مصر كما أعلن رئيس الوزراء في كلمته إن بتساهم من الانبعاثات الكربونية بحوالي 6% من النسبة العالمية،
هذه النسبة نسبة ضعيفة بالنظر إلى يعني إسهامات دول أخرى بنسب أكبر في التلوث الكربوني أو الانبعاثات الكربونية. إيه هو الدور اللي يجب أن تقوم به الدول الكبرى من جهود حتى تستطيع أن تخفض هذه النسب وتستجيب للدعوات العالمية التي طرحت منذ سنوات خصوصا للصين والولايات المتحدة؟ أول حاجة مهمة جدا إن الدول اللي انسحبت من اتفاقية المناخ اللي وقفت في باريس في الفترة الماضية ترجع تاني، ومن عندي أعتقد إن الأمور ترجع زي ما كانت، لأن هذه الاتفاقية بتبقى فيها بنود متقنة لسياسة الدول عشان تقلل نسبة استخدام. طيب أستاذ حنان بنعتذر لحضرتك للصوت غير واضح بشكل سليم، بنعتذر لحضرتك وسنحاول معاودة الاتصال بك مرة تانية. أستاذ حنان أبو الضياء مدير تحرير صحيفة الوفد. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أضاف في كلمته أن مصر تهدف من خلال استضافة مؤتمر كوب 27 للمناخ إلى التركيز على قارة إفريقيا والدول النامية لتكون منصة لعرض رؤية إفريقيا وأولوياتها لتواكب التغيرات المناخية. الحقيقة إن شاء الله إحنا مستهدفين من خلال الكوب 27 والاستضافة إن نركز في هذا المنتدى الهام السنة دي على قارة أفريقيا والدول النامية، وإن يكون هذا المؤتمر اللي هيعقد في شرم الشيخ لسان يعني من خلاله تقوم الدول النامية والدول أفريقيا على الأخص بعرض تطلباتها وأولوياتها والتنسيق فيما بينها على مجموعة من المبادرات اللي إن شاء الله تحقق الهدف منها، وإن الدول دي كلها تكون هي كمان قادرة على التواكب مع هذه المتغيرات على المستوى المحلي. وفي كلمته أمام جلسة التغير المناخي أوضح المبعوث البريطاني للمناخ جون مارتن أن الشباب هم العنصر الفاعل في علاج أزمة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن بلاده قدمت خلال مؤتمر كوب 26 الذي عقد في غلاسكو حلولا كثيرة لحل أزمة التغير المناخي. إن تكلفة التغير المناخي كما قال الدكتور مدبولي على الشباب بأكبر قدر، ومن ثم فإن إشراك الشباب كان أولوية حقا، وذلك من قبل حتى مؤتمر الأطراف 26، وسوف نعمل على هذا الأمر طوال 2022 من أجل أن يكون هناك تنفيذ للاتفاقيات التي وقعنا عليها في غلاسكو. في إن المملكة المتحدة تشرف بما تم إحرازه في غلاسكو، وأنا متأكد أنه في شرم الشيخ سوف تقدم مصر نجاحا مماثلا. في غلاسكو تمكنا من الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة أو الاتفاق على ذلك إلى درجة ونصف، وبالطبع الأرقام قد تختلف، ولكن أعتقد أنه أيضا قد تمت السيطرة على أو أننا سوف نسيطر على ارتفاع منسوب البحر بالاتفاق على هذا الأمر. في إذا ما توصلنا إلى تحقيق الاتفاقية الخاصة ب 2030، ربما نصل إلى ارتفاع في منسوب البحر يصل إلى 2.4 فقط، وأيضا سوف يقل مستوى الانبعاثات. نحن نأمل في كل ذلك. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري عن سعادته لمشاركته في منتدى شباب العالم المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ. وأبدى كيري خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو كونفرنس شكره الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف 27 العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27. وقال المبعوث الأمريكي إنه مستعد للتعاون مع مصر في اهتمامها البالغ بقضية المناخ وإشراكها الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير دكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد. دكتور مجدي أهلا بك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. لو اخذنا دكتور وجدي ما تحدث به يعني المتحدثون ونبدا من كلمه المبعوث البريطاني للمناخ جون مارتن الذي قال في كلمته اليوم في الجلسه الطريق من غلاسكو الى شرم الشيخ، قال ان الشباب هم العنصر الفاعل في علاج ازمه التغيرات المناخيه. في رأيك أي شباب في أي الدول، خصوصا أننا نعلم أن الدول المتقدمة خصوصا الصين والولايات المتحدة هم الدولتان الأكثر تسببا في الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة؟ بص حضرتك، خلينا قبل ما نتكلم تحديدا عن المسألة دي ندخل في حاجة تانية في البداية. يعني الحقيقة إن هذا المحفل العظيم، هذا المحفل الدولي العظيم اللي بتقوم به مصر ومنتدى شباب العالم، بيدل دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية باتت دولة ذات شأن كبير وعظيم، سواء من الناحية الإقليمية أو من الناحية الدولية. الحقيقة أن كل المتحدثين الضيوف الذين حضروا هذا المنتدى العالمي العظيم كلهم أشادوا إشادات واسعة بهذا المحفل، وزي ما الرئيس عبد الحسيسي قال في الافتتاح في كلمته الموجزة جدا والتي نأخذ منها رسائل مهمة جدا، هذه الرسائل كلها تعمل من أجل الإنسانية ومن أجل خدمة المجتمع الإنساني بصفة عامة. بنقول ليست المسألة مسألة المناخ فقط، وإنما في كل القضايا. الحقيقة أن شباب مصر عندما اقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 بضرورة يعني القيام بتحويل المنتدى الوطني الشبابي المصري إلى منتدى عالمي، قام على الفور الرئيس السيسي بتنفيذ هذه الفكرة العظيمة والفكرة الرائعة. والآن يعني بتجد أن هذا المحفل العظيم بيشهد حراكا فكريا ومنصة حوار رائعة بين الشباب المصري وشباب العالم، وكل المتحدثين الأجانب أشادوا إشادات بالغة بما تقوم به مصر، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية باتت ذات شأن كبير إقليميا ودوليا. كل الجلسات التي تعقد الآن في هذا المحفل كلها تعمل من أجل شيء واحد، وهو خدمة الإنسان والقضاء على الصراعات. وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، الاختلاف هنا لا يعني لا يفسد ابدا ضد قضيه، وانما الجميع يعمل من اجل الشعوب هذه الدول. في الحقيقه ان مهما وصف المرء ما يحدث على الارض من حوارات ونقاشات فكريه في هذا المنتدى العالمي لن يوفيه حقه. يعني نحن الآن نعيش أسعد أيامنا في هذه المنصة الحوارية مع بين شباب مصر وشباب دول العالم. تمام. ده يدل دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية تسير في اتجاه صحيح نحو تحقيق الجمهورية الجديدة. تمام. طيب، على ضوء ما ذكرته دكتور مجدي وهذه الجلسة التي تناقش موضوعا مهما يهم العالم كله والوجود الإنساني، ألا وهو التغير المناخي، ويأتي قبل شهور من انعقاد مؤتمر كوب 27 الذي سيكون في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. في رأيك إلى أي مدى تمهد هذه الأفكار التي والنقاشات التي طرحت خلال الجلسة الأخيرة لهذا المؤتمر الخاص بالتغير المناخي في شرم الشيخ في نوفمبر القادم؟ حقيقي فعلا أن هذه جلسة المناخ جلسة مهمة جدا، لأن زي ما حضرتك بتقول بتسبق عقد مؤتمر في شرم الشيخ قريبا إن شاء الله. هذه الجلسة بتتحدث عن ظاهرة بيهتم بها العالم أجمع، وهي ظاهرة التغيرات المناخية. وزي ما حضرتك قلت في بداية الحديث أن أكبر دولتين بتتسبب بهذه الأزمة الخطيرة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين،
لابد أن يعني أن تخرج توصيات مهمة في هذا الصدد للحد من عملية التلوث التي تسود الدنيا كلها بسبب هذه الثورة الصناعية التي تتأثر بها جميع بلدان العالم في تغيير المناخ. وبالتالي فإن عملية التغيير دي بتحتاج فعلا إلى توصيات مهمة بتصدر، وأعتقد أن في نهاية جلسات منتدى الشباب ستكون هناك توصيات مهمة، وهذه التوصيات بترفع إلى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة زي ما حضرتك عارف اعتمدت نسخ المنتدى في 2017 و18 و19 وأيضا هتعتمد هذه النسخة، وبالتالي خروج هذه التوصيات إلى الأمم المتحدة كما تأمل مباشر الأزمة اللي بيعانيها العالم من تغيير المناخ. طيب دكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد، المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري قال في كلمته في هذه الجلسة إن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع مصر في اهتمامها البالغ بقضية المناخ وإشراكها الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة. شكل وطبيعة التعاون أو طبيعة هذا التعاون الذي تتوقعه أو الذي يمكن إنجازه من وجهة نظرك؟ طبعا هو فعلا زي ما حضرتك قلت، حتى كمان امبارح كان في تصريحات السفير الامريكي بالقاهره وقال ان هو الولايات المتحده بتنسق مع الحكومه المصريه في مجالات كثيره جدا، اعتقد من بين هذه المجالات هيكون ما يتعلق بشؤون المناخ. التصريحات اللي صادره اليوم عن هذه الجلسه المهمه، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتصريحات السفير الأمريكي بالقاهرة بالأمس عندما أشاد بالمنتدى وقال أن الولايات المتحدة تقوم بتنسيق كامل مع الحكومة المصرية وفي مجالات كثيرة أعتقد هيكون من بينها عملية المناخ، وده يتوقف على التوصيات التي سيأخذ بها المنتدى إن شاء الله. تمام دكتور، أيضا يعني ربما يقول قائل بأن كما تبعنا في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة قال إن رغم إسهام مصر بنسبة ضعيفة في الانبعاثات الكربونية وهي 6%، إلا أن التداعيات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مصر هتكون أكبر بكثير وطبعا على الدول الإفريقية. هل تتوقع أن يكون في إنجاز وتنفيذ لوعود قطعتها بعض الدول المتقدمة على أنفسها بمساعدة الدول النامية اللي بتتأثر سلبيا من هذه الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية اللي بتحصل والمتوقع حصولها في المستقبل أيضا؟ فعلا كلام حضرتك كلام مهم جدا، والحقيقة أن عملية التأثيرات تتعرض لها الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية أكثر يعني من كل الدول. الحقيقة أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هي الثورة الصناعية سواء في الصين أو في الولايات المتحدة، ولا بد أن الأمم المتحدة تلعب دور مهم في هذه المسألة وتجبر الولايات المتحدة والصين على اتخاذ مواقف أخرى أو طرق أو أيا كانت المواقف تقوم بها الأمم المتحدة بشأن التقليل من هذه الانبعاثات الكربونية التي تضر ليست بالضرر فقط بالدول النامية فقط ولكن بكل دول العالم وعلى رأسها طبعا الدول النامية وفي مقدمتها أفريقيا. وبالتالي من المهم جدا جدا أن يكون هناك تأثير قوي على الدول الكبرى التي تشهد ثورة صناعية كبرى للتقليل من مسألة البعثات الضارة التي تؤثر على الإنسانية جمعاء. وعشان كده كان مهم جدا أن في جلسات المؤتمر يناقش قضية المناخ، ودي قضية مهمة جدا العالم كله مشغول ومهموم بها، وبالتالي إن شاء الله نتوقع تصدر يعني توصيات مهمة تعتمدها الأمم المتحدة وبعد ذلك تطالب بها الدول الصناعية الكبرى للحد من هذا التلوث الذي تسببه والأضرار والتخفيف من الأضرار التي تقع على الدول النامية
وفي مقدمتها مصر والدول الأفريقية. تمام، شكرا لحضرتك دكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة الوفد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة شرم الشيخ. وتنضم أيضا إلينا من مدينة شرم الشيخ الأستاذة شيرين خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذة شيرين أهلا بك. أستاذة شيرين أهلا بك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اولا هل شاركتي او تابعتي الجلسه الخاصه بالطريق من جلاسكو الى شرم الشيخ اللي انتهت منذ قليل؟ ايوه مع حضرتك. سامعاني يا فندم؟ انا كده سامع حضرتك. تمام، هل شاركتي في الجلسه الاخيره اللي عقدت بعنوان الطريق من جلاسكو الى شرم الشيخ؟ ايوه في شاركت فيها، وفي الحقيقه هي كانت جلسه رائعه جدا، وكان التمثيل الدولي في هذه الجلسه من المهتمين بالمناخ من المنظمين لقمه المناخ الصادقه، وكان فيها رسائل مهمه جدا من كافه. ابرز الرسائل اللي حضرتك توقفت عندها على ضوء متابعتك لهذه الجلسه؟ في الحقيقه كانت رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اشار فيها لتنبه مصر من ما يقرب من 5 سنوات لهذه الازمه، وان الانسان هو الكائن الوحيد على وجه الكره الارضيه الذي كما يستطيع البناء فهو ايضا يستطيع كما يستطيع الهدم فهو ايضا يستطيع البناء، وان قضيه المناخ او التغير المناخي والقضايا البيئيه بتستلزم اليات للعمل الانساني وليس الاقتصادي فقط او المشاريع الناشئه فقط. ايضا اشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته لاهميه ما فعلته مصر من خلال محاوله صناعة عدد أكبر من السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية، أهمية الطرق وتوسع في الحارات المرورية للتقليل بقدر الإمكان من التوقف للسيارات، فبالتالي التوقف أو التقليل من الانبعاثات الكربونية. تمام. أيضا السفير محمد ناصر في كلمته إن العقاب له دور مهم جدا في معالجه قضيه تغير المناخ من خلال التمويل، وان لازم يكون نظره اسعى لتمويل الميسر لمعالجه هذه القضيه والتعامل مع الدول التي لا تستطيع دفع هذه التكلفه من خلال المنح وليست القروض ايضا. تمام. وأشار أيضا سيد السفير جون كيري أنه كي ننتصر في هذه الحرب سويا لازم أو يجب أن نتعاون معا، فهناك رسائل مهمة جدا. أيضا تحدث دكتور مصطفى مدبولي عن قدر الخسائر الناجمة عن تغير المناخ، أشار أنها تصل إلى 3.6 تريليون دولار. ايضا كانت جلسه فيها رسائل مهمه جدا عن دور الخاص في تغير المناخ وتحرير نموذج للاستطاعة انه يقدم مبادره في هذه القضيه ومشروع هوا دواء، واللي اتكلم عن اهميه الاتجاه للشركات الناشئه ومشروعات رياده الاعمال من قبل الشباب لمحاوله قياس الاثر البيئي للوقوف على التقدم من عدمه في هذا المسار. تمام، شكرا لحضرتك استاذه شيرين خالد عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه شرم الشيخ. ينضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ أشرف أهلا بك. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. يعني جهود عالمية تبذلها العديد من الدول، تقوم أيضا مصر بمجهودات للمساهمة وعرض الرؤية الإفريقية ورؤية الدول النامية
للتأثيرات السلبية التي تقع عليها جراء الانبعاثات الكربونية وأيضا التغيرات المناخية. رئيس أو المبعوث البريطاني للمناخ جون مارتن في كلماته في الجلسة التي انتهت قبل حوالي نصف الساعة قال إن بلاده قدمت خلال مؤتمر كوب 26 الذي عقد في جلاسجو حلولا كثيرة لحل أزمة التغير المناخي. من وجهة نظرك إلى أي مدى هذه الحلول لاقت قبولا وأيضا تنفيذا من قبل الدول المساهمة بشكل أكبر في الانبعاثات الكربونية الضارة بنسب كبيرة؟ بكل تأكيد ما شاهدناه اليوم في الجلسة الخاصة بالتغيرات المناخية التي اعتبرها الرئيس بروفة عملية لاستعدادات استضافة مصر القمة الخاصة بكوبي 27 في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ لهذا الإطار المتعدد الدولي والتعاون الجماعي فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أعتقد أنها كانت جلسة حيوية ورئيسية بالغة الأهمية، وربما تحتل أولوية كبيرة خاصة مع هذه القضية عالمية، هي أزمة التغيرات المناخية، بما تواجهه وبما لديها من كثير من العلل التي تواجه المجتمع الدولي باعتبار أزمة المناخ أصبحت أزمة حاكمة، تحتاج لأن يكون هناك جهد وتضافر وتعاون دولي جماعي لمواجهة هذه التغيرات وهذه التأثيرات المناخية، أعتقد أن ما حدث في هذه الجلسة اليوم استمعنا إليه بكثير من المتحدثين بما فيهم نيوب الأجانب ورئيس الوزراء المصري ثم رفع فتاح السيسي الذي اختتم هذه الجلسة بكثير من إشارات التفاؤل، أعتقد أنها تبعث لكويت أن يكون هناك بالفعل مخرجات عملية متوقعة في قمة كوبي 27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر، أعتقد أن ما أكده الرئيس فتاح السيسي بأن هناك بالفعل درجة كبيرة على التعويل على الإنسان في العالم أجمع ليكونوا أحد الأداء الرئيسي معالجة هذه الأزمة وبكل ما لديها من تداعيات وخيمة على حياة البشر على كوكب الأرض، ربما تمثل أحد الحلول الرئيسية لإمكانية التعويل على الإنسان في المقام الأول في المرحلة القادمة. بالإضافة لأن قال أن مصر تستعد بشكل جيد وإيجابي لهذه القمة لما ينتظره المجتمع الدولي في قمة شرم الشيخ القادمة باعتبارها أنها ستكون أحد المخرجات الرئيسية لإمكانية توليد أفكار ورؤى عملية وخلال آليات يتم التوافق عليها لبدء التعاون الجماعي متعدد الأطراف على المستوى الدولي للبدء بشكل جدي في إمكانية الحد من تأثير التغيرات المناخية وتداعياتها على صحة وحياة الإنسان على كوكب الأرض. إضافة لأنه استعرض مجمل النجاحات المصرية في هذا الشأن قال فيما يتعلق أيضا بقضية صناعة سيارة كهربائية في مصر عام 23، قضية أيضا الاعتماد على السيارات الخاصة بالبنزين والتقليل من استخدام الغاز استخدام البترول، إضافة إلى أيضا خاصة بمعالجة ما يعرف بتلوث البحيرات في مصر تكلفت 80 مليار جنيه، كل هذه حلول عملية من خلال طرح رؤية مصرية ناجحة ممكن تصديرها للمجتمع الدولي والتعاطي معها من خلال التعويل على النموذج المصري، بالإضافة أن مصر لديها كما قال الرئيس وأشار فرصة للتعاون في قمة المناخ في شرم الشيخ لإمكانية مجدد العون والتعاون والتلاقي مع المجتمع الدولي لصياغة أجندة واستراتيجية عملية في المرحلة القادمة تلعب دورا كبيرا في معالجة التداعيات الخطرة في السنوات القادمة على حياة الإنسان على كوكب الأرض. تمام أستاذ أشرف، تحدثت عن يعني هذه الجلسة ربما تكون بروفا إلى مؤتمر كوب 27 الذي يعقد في شرم الشيخ هذا العام، وقلت أنه سيتم طرح آراء وأفكار غير تقليدية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. في رأيك هل ستختلف الرؤى أو الحلول التي ستطرح في كوب 27 عن الأفكار والحلول الكثيرة التي عرضت لحل أزمة التغير المناخي في كوب 26 في جلاسجو ببريطانيا؟ ليس بالضرورة اختلاف وجهة نظر مختلفة، هي تكملة واستكمال لخريطة الطريق التي تم التوافق عليها في جلاسجو كوب 27 في بريطانيا في نهاية الشهر في نهاية العام الماضي، هي سوف تكون مكملة وايضا سيتم توسيع خريطه الطريق عبر الاتفاق على مجموعه من تقنين الاليات الخاصه بشكل عملي في المرحله القادمه. ما تم التوافق عليه في جلاسكو في بريطانيا في قمه 27 سيتم الاخذ به واستكمال عليه في اضافه كثير من العناصر والرؤى والافكار والطروحات التي يمكن الاستعانه بها على قمه شرم الشيخ القادمه من اجل وضع الديناميات والاليات العمليه لامكانيه التلاقي حول هدف مشترك للمجتمع الدولي للامم المتحده ولكل قارات دول العالم بان هذا الخطر يحتاج الى ان يكون هناك اطار تعاون متعدد الاطراف اي تعاون جماعي من قبل المجتمع الدولي
مخرجات قمة شرم الشيخ هي التي سوف تشكل الاستراتيجية العملية التي يمكن الاعتماد عليها باعتبارها وصفة للحل العملي لمعالجة قضية التغيرات المناخية وإمكانية الاعتماد على الوسائل البديلة بعيدا عن الطاقة الأحفورية التي تسبب تصاعد ثاني أكسيد الكربون وما يتولد عنها من انبعاثات تشكل أخطار على الصحة وحياة الإنسان على كوكب الأرض. وبالتالي قمة شرم الشيخ ونقاشات اليوم سيتم الاستفادة منها لبلورة مجموعة من أفكار جلسات العمل المرتقبة كوفيد 28 في شرم الشيخ. وبالتالي هذه الجلسة كان فيها كثير من النصح، كثير من الحيوية والديناميكية في الحراك وفي النقاش بين المشتركين، وأيضا طرح نموذج التجربة المصرية من حيث النجاحات فيما يتعلق بالتعاطي في 7 أو 5 سنوات كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تأثير قضية التغيرات المناخية في مصر. وقد بدأنا مبكرا 5 سنوات الماضية من خلال ضرب أو حصر عدد من النموذج الأمثلة والنماذج التي عرضها الرئيس في هذا الشأن، وقال أن الدولة ماضية قدما لإمكانية توفير الحد الأقصى من النجاح خلال السنوات القادمة، باعتبار أن قمة شرم الشيخ سيكون عنوانها الرئيسي والاعتماد على الثورة. شكرا. نعم وصلت الفكرة. شكرا لك أستاذ أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف. نستكمل نشرتنا مشاهدينا الكرام، حيث أعربت أنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن تقديرها لتسليط الضوء على قضية مواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، كما أعربت عن تقديرها للرئيس السيسي على قيادته القوية لمواجهة مخاطر هذه القضية المهمة. وأضافت أندرسون في كلمتها بجلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ، أضافت أنه تم قطع شوط طويل في غلاسكو بقضية التغيرات المناخية، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لمواجهة هذه المخاطر هذه الظاهرة. وأكدت أندرسون أن مصر أظهرت قيادة رائعة بقضية التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة. بنفس الدور أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حسام الدين محمود أن منتدى شباب العالم أضاف لحضور مصر على الساحة الدولية وصنع رمزية لتجارب الدولة المصرية في التنمية والتقدم، مؤكدا أن مصر تؤمن بالشباب وبضرورة الإسهام في تأهيلهم وبناء قدراتهم من أجل بناء مستقبل يعتمد على التنمية والابتكار والإبداع. وأضاف أن حالة الحوار التي دشنها منتدى شباب العالم الآن أصبحت منبرا دوليا للشباب، حيث تحولت الفكرة الوطنية إلى دولية مما عززت من دور الشباب في المجتمع المصري، وأضحت ملهمة للشباب في العالم والإقليم. قالت الأمم المتحدة إنها بدأت مشاورات مع الأطراف السودانية في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، على أمل التوصل لتوافق في الرؤى بين أطراف الأزمة السودانية. أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لبدء مشاورات سياسية تمهد طريق نحو إطلاق مباحثات مباشرة. ومع انطلاق المشاورات الأولية وجهت الأمم المتحدة دعوة لجميع الأطراف من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها. ولكن أنا أستطيع أن أقول أنه لا في اعتراض على هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية، هذا مهم. المؤسسة العسكرية، أنا ما بحكي عن أشخاص، المؤسسة العسكرية هي موجودة، فهي كمان عندها آرائها ومصالحها إلى آخره، وما في اعتراض من جانب هذه المؤسسة. لم تقدم الأمم المتحدة أي مقترحات لمضمون القضايا الرئيسية المختلف عليها، وأكد المبعوث الأممي أن جميع القضايا شأن خاص بالسودانيين وحدهم. نعرف يعني من بعض ردود فعل، يعني طبعا في لجان مقاومة في كل البلاد، فنعرف أنه سيتعاطون مع هذه المبادرة، وكان منهم قال أنه إذا المسألة استشارات أو مشاورات مع الأمم المتحدة لا عيب فيه يعني. ومنذ 25 من أكتوبر
تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان والتي كان تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس عام 2019، وخرجت المظاهرات للمطالبة بحكم مدني خالص. والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته بعد فشل في التوافق حسب قوله، ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات بالسودان. أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية، مؤكدا أن هذه المبادرة هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول قضايا مختلفة. وتطرق قيس سعيد خلال لقائه مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة بقصر قرطاج إلى ملفات أخرى تتعلق بالأشخاص الذين شملتهم الإقامة الجبرية وبدور القضاء واستقلالياته واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في تونس. الآن مشاهدينا الكرام نتعرف على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. وفيها وزيرة التخطيط تؤكد أن منتدى شباب العالم يشجع ريادة الأعمال والشركات الناشئة. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منتدى شباب العالم يعطي ريادة الأعمال مساحة كبيرة في أنشطته هذا العام، ويؤكد ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بما يضمن خلق فرص عمل ومسارات غير تقليدية لقدرات الشباب حول العالم. جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة جناح مشروع رواد 2030 بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويشهد جناح مشروع رواد 2030 إطلاق الحاضنة المصرية الإفريقية التي ستقدم الدعم الكامل لشباب القارة الإفريقية في مجال ريادة الأعمال. استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها وجار تنفيذها بالقطاعات المختلفة في مدينة بني سويف الجديدة خلال عام 2021، لافتا إلى أن مدينة بني سويف الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها داخل إقليم المحافظة. وعن قطاع الإسكان والخدمات قال الوزير إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5304 وحدات سكنية لمحدود الدخل إسكان اجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بتكلفة حوالي 520 مليون جنيه. في لبنان شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة ومفاجئة في السوق غير الرسمية، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت 31,500 ليرة للدولار بعدما سجل متوسط سعر الصرف 30,000 ليرة للدولار في تعاملات نهاية الأسبوع. ويظل سعر صرف الليرة في البنوك الرسمية ثابتا عند حد 1507 ليرات للدولار و 8000 ليرة للدولار لأصحاب الودائع البنكية. حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب متحور أوميكرون. وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية يعني زيادة في تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار. من الاقتصاد نتحول إلى الرياضة ونتعلم
وبنهاية الأخبار الرياضية نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى ختام نشرتنا إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. بحضور الرئيس السيسي منتدى شباب العالم يواصل فعالياته لليوم الثاني في شرم الشيخ. مدبولي يؤكد خلال جلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة يتعين على العالم مواجهتها بكل حزم. الأمم المتحدة تبدأ مشاورات مع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. إلى اللقاء.